الحق وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق الطريق موجودين في العالم كله. سعداء جدا نكون معاكم في حلقة جديدة من بكم اللقاء الروحي. في يوم جديد الرب بيدهولنا ويوم سعيد الله بيدهولنا عشان نفرح ونبتهج بيه. آمين. النهاردة معاكم بحلقة جديدة متميزة جدا. ويسعدني النهاردة ويشرفني ان يكون معايا في الاستوديو على شاشة قناة الطريق استوديوهات القناة شخصية جميلة ومحبوبة. يقال كثيرا جدا عنه انه اب وراعي جميل، بيحتضن ويحب الكل، بيزور الكل، قلبه متعاطف مع الكل زي ما الكتاب بيقول، زي ما الحياة المسيحية علمتنا. هو جه معانا قبل كده في الاستوديو وانا استقبلته كتير واستضفته كتير معايا، وانا حابة اكون بستضيفه مرة واثنين وثلاثة لانه بيعلمنا كتير عن كلمة ربنا اللي بتشبع قلوبنا وبتغذينا روحيا من خلال برنامجكم اللقاء الروحي. سعيدة جدا يكون معايا النهاردة في الاستوديو جناب القس لطيف فهيم، راعي كنيسة الكتابية العربية لونج بيتش كاليفورنيا. اهلا وسهلا بيك قسيس لطيف. اهلا، انا بتخيل قديم حد ثاني. لا كل الكلام دوت عليك انت يا قسيس لطيف، دي حقيقه. بجد 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 انا بحس فعلا لما بعمل معاك اللقاء وكمان القعده العاديه الجميله بحس ببركه المسيح فعلا ومحبه المسيح اللي جواك للمسيح ومحبتك للاخرين وخدمتك الرائعه اللي ليها بصمات جميله مع كل انسان بتقعد معاه، دي حقيقه بجد. نشكر ربنا جدا، نشكر المسيح من اجلك، من اجل اسرتك الجميله، من اجل الدكتوره فاتن زوجة حضرتك والاولاد الحلوين ابنائك، ربنا والخدمه الجميله وكل فريق الخدمه اللي مع حضرتك في الكنيسه. نشكر المسيح من اجلك. اعزائي المشاهدين، النهارده في حلقتنا هنكون بنتكلم عن موضوع مهم كتير هو حديث العالم كله دلوقتي. حلقه النهارده بعنوان ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ افتكروا قوي العنوان ده. هنكون بنتكلم اكتر وبندخل في الحديث اكتر مع القسيس لطيف، وهيكون في حوار شيق جدا. ادخلوا معانا النهارده بمحبتكم باسئلتكم، لو في اسئله على قلبكم، لو في طلبات صلاه. انا بفتخر جدا بالقسيس لطيف وروحه الطيبه جدا، ومن اجل صلاته فعلا اللي بتوصل حقيقي. ياما ركع وصلى لنا القسيس اللطيف وصلى للقناه، ونشكر المسيح من اجل صلاته اللي بتوصل في عرش النعمه كمان وكمان واكتر واكتر. انا بشكر ربنا من اجله حقيقي. والنهارده بنستقبل طلبات صلاتكم واسئلتكم، محبتكم معانا النهارده. لو عندكم اي استفسار مش عارفينه، عايزين تفهموا حاجه عن الكتاب المقدس، في كلام كتير ممكن ما تكونوش فاهمينه في الكتاب المقدس، عشان كده من خلال برنامجكم اللقاء الروحي بنقدر نفهم وبنعرف اكتر وبندخل في عرش النعمه اكتر، وباسم يسوع نكون بنفهم كل شيء في الكتاب المقدس باسم رب يسوع. النهارده في بدايه حلقتنا يا سيس لطيف نحب تكون بتكوننا في الصلاه. اتفضل. امين. ابانا السماوي، لك كل المجد، نشكرك يا رب لاجل ترتيبك للبشر الذين خلقتهم ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك،
ويسوع المسيح الذي أرسلته. نشكرك يا رب لأجل ترتيب الخلاص لفداء البشر كي نتصالح معك وتمنحنا شركة الطبيعة الإلهية فنكون أبناء لك ورثة الملكوت. كلام كبير يا رب، صعب نستوعبه، لكن هي دي محبتك وهو ده شخصك. أرجو أن توصل رسالة قلبك إلى كل من يشاهدنا يا رب، وإلى كل فرد رتبت له أن يشاهد هذا البرنامج. وإلينا نحن يا رب اللي أنعمت علينا أننا نحمل اسمك أمام كل المشاهدين. شكرا ليك يا رب، ولاسمك كل المجد. آمين. آمين. أعزائي المشاهدين سهرانين معانا في الشرق الأوسط، في أوروبا، وكمان إخواتنا مشاهدينا في أمريكا وكندا وأستراليا، بنرحب بكم مرة تانية ببرنامجكم اللقاء الروحي. في الحقيقة أوقات كثيرة بيبقى أنظرنا على الناس، لكن عايزين النهاردة يكون أنظرنا على الرب يسوع. حديث المدينة دلوقتي أو حديث العالم كله عن الانتخابات وإيه اللي بيحصل في مصر، وفي الحقيقة احنا بنصلي من أجل مصر، صوم وصلاة زي ما اتفقنا مع حضراتكم، دي دعوة للجميع، بنفتح باب للصوم والصلاة، الله يستجيب في وقته يسرى به. بس يمكن في دلوقتي توتر، كبشر احنا بشر نبقى أوقات خايفين ايه اللي هيحصل بكرة. لكن النهاردة معانا الأسيس لطيف، وأحب أكون بوجه له بعض الأسئلة اللي يمكن تكون في ذهن كل إنسان وكل مشاهد النهاردة. عايزين نتكلم معاه النهارده باستفاضه اكتر، بجراءه اكتر، بصراحه اكتر عن مفهومه وخبرته في الحياه في الوقت اللي فات، وهيكلمنا عن حاجات كثيره في الوقت اللي جاي. اسيس لطيف، اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. وحاسه فعلا النهارده مش قاعده فعلا في الاستوديو خالص، لكن عايزين نكون بنتكلم اكتر فعلا وندخل لاعماق المشاهدين، يعني ندخل لجواهم. امين يا عايزين رب باسم يسوع، وتوصل لهم برضه خبرتك، وفي نفس الوقت لو عندهم اي اسئله هيكونوا برضه بيوجهوها في اللقاء النهارده. وممكن يكون في ناس كثيره خايفه، في ناس متعصبه الوقت اللي جاي، لكن باسم يسوع يكون في راحه واطمئنان وسلام في قلوب المشاهدين كلهم. هنتكلم شوية عن الانتخابات. الانتخابات ذهبت بطريقة ما يعني لكل من السلفيين والإخوان المسلمين في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كانوا المرحلتين. في كل مرة كنا بنصلي نقول يا رب من فضلك ما تسمحش، وحاجات كده كصرخات وأنات وضربات كده في السماء وحاجات كده كتير، لكن الله سمح. ما هو رأيك في هذه النتيجة اللي حصلت الوقت اللي فات، وخبرتك الشخصية بالنسبة لتعاملك في التبشير كمان في وسط الإخوات المسلمين أو السلفيين؟ هو في أي أمر، أي أمر في الوجود، انتخابات أو غير انتخابات، في رقاد الأحباء، في حوادث تسبب ضيق للبشر، في حوادث تسبب فرح للبشر، في أي شيء بنجد آية في الكتاب تجاوب على كل هذا، وهي أيضا تجاوب على موضوع الانتخابات. أمين. في آية مشهورة جدا في روميا، رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا وعدد 28، بيقول هناك الكتاب المقدس بفم بولس الرسول بوحي من الروح القدس: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. وهنا يعني نركز باختصار في ثلاث أجزاء من الآية دي. أول جزء كل الأشياء، كل الأشياء بما فيهم أكثر الأمور يفرح الإنسان، أو أكثر الأمور
يعكن على الإنسان أو كل الأشياء من الطرف ده اليمين الأقصى لليسار الأقصى بالنسبة لكل إنسان غير التاني. طب كل الأشياء دي بتعمل إيه؟ تعمل معا. يعني إيه معا؟ سمعتها زمان تفسير جميل قوي لما كنت أنا بحضر مدارس الأحد. الكلام ده حضرتك كان لسه اسمح لي أجاوب قبل ما تقول. قول. معا يعني للخير والشر الاثنين. طيب حاضر. طيب انت اكتر اتفضل. انت خفتي اكمل كلام؟ لا لا اصل انا كنت حر قبل ما ابوك يتجوز امك. زمان قوي 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 في يعني بدايه الخمسينات او جاز حاجه 55 بالكتير غالبا قبل كده قبل 55 53 مثلا. القسيس كان بيتكلم وانا قاعد كتكوت صغير كده كان وقتها عندي 13 14 سنه وقال عارفين معا يعني ايه يا اولاد؟ انا ما عرفتش طبعا حاجه انا مش رانيا يعني عشان لا لا العفو. فقال هات ساعه وافتح وراها مش الوش بتاع الساعه هتلاقي فيه ادوات كتيره جدا وحاجات يعني تلف كده وحاجات تلف كده وترس وزنبرك ولا ايه اللي بيلف على بعضه ده ومسامير لو شلت واحد من دول الساعه تقف. صح. ولازم يتحط وفي الحته دي وبالمقاس ده صغير واحد كبير العقربين مظبوط واي حاجه ولا لك واحد بيلف كده التاني بيلف كده. صح. لو حد قلنا لا لفوا مع بعض يا اخي ما تمشيش الساعه الحقيقه اللي لازقه في مخي الكلام ده بقاله دلوقتي كتير لازقه في مخي جدا ليه؟ لان هو ده تفسير الايه دي يعني كل دي بتشتغل معا اللي هو احنا بنظنه خير او بنظنه شر او بنظنه مشكله او بنظنه معطل اي شيء بتشتغل معا تعمل معا كل الاشياء تعمل معا الكلمه الثالثه بقى للخير بس مش للخير للكل وده السر هنا للخير للخير لمين للذين يحبون الله مين هم الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده يعني ماشي في مشيئه الله مدعو وافق على الدعوه قال له التفت إلي تحت أمرك يا رب سواء لخيري أو لشر تمام الرب قال التفت إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض بصني له خلصنا زي مثلا شاول الطرسوسي كان ضد المسيح جدا شاول ظهر له في ثلاث أربع دقايق أقل من ثلاث أربع دقايق مظبوط شاول لماذا تضطهدني خلص الموضوع دول بقى كل حاجة ليهم للخير طب واللي مش ماشيين بقى في قصد ربنا واللي ما بيحبوش ربنا للاسف اقول ايه انت محروم من ان كل حاجه للخير ليه لانك انت مش عايزها تكون ليك للخير صح. ليه لان مصدر الخير الله الله لا يسكن في قلبك فرفض رساله الله المحب للبشر هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالانتخابات أي شيء يجري فيها تعمل مع غيرها من الأمور كلها مع الوزارة مع المجلس العسكري مع المتشددين من السلفيين مع المشددين التيار الإسلامي مع الأقباط مع الحكومة مع أمريكا مع كندا مع أستراليا كل ده يعمل للخير لهذه المجموعة فالحقيقة العدو دايما ما يحبش الحكاية دي أبدا ليه؟ لأن الحكاية دي هتخلي الإنسان عايش في هدوء وطمأنينة وسلام وفرحان وده مش حاجة تنكد الشيطان إلا كده أنا عايز ولاد ربنا يتخانقوا مع ربنا ويلعنوا الله إيه ده؟ تحصل
طبعا تذمر وخناقات مع ربنا ده قالها ايوب لمراته، قالت له بارك الله موت، بارك مش معنى بارك، بارك كده كلمه متغطيه لكن جواها، ما تسيبه بقى وامشي يا اخي وروح موت. ايوه قال لي اتتكلمين كلام كاحد الجاهلات؟ ايه الجهل ده يا ستي؟ يقول لمراته كده. ونشكر ربنا يعني فاقت، لانه مرات ايوب اكيد احتملت كتير، فربنا يعني واختارها لايوب اساسا يعني. فالحقيقه بيعمل لنا ايه بقى الشيطان؟ يركز في الحدث كوحده، ده مسمار ليه ما يتشالش من الساعه؟ احسن يتشال. ليه؟ سامحوني يعني، دول عنفاء قوي، دول ما بيقبلوش الغير، والكلام ده انا شخصيا مقتنع بيه، لكن ما اقدرش اقول ان الانتخابات لانها صارت كده بقت شر، لكن صارت كده دي خطوه ارادها الرب لكي يظهر بطرق عنده هو، خطه عنده هو كيف يجعل هذه الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ف الحقيقة أي حدث سواء هذا أو غيره في يقيني أنه لا يسبب أي انزعاج لأي فرد. استنى بشوف إيه، حضرتك طبعا ست بتطبخ رز. انا بعمل رز حلو قوي يا سيس. صحيح. بالشعرية كمان. طب ما تدوقينا. طب اهلا وسهلا بيك، ده انت تنورنا. في كلمة جميلة بحبها، استنى على الرز، على الرز لما يستوي. لما يستوي، والا هتاكل حصى. صح، هتاكل حصى وهتاكله معجن لو يعني زاد فيه الميه. الميه دي خبيره قوي. مش قوي. اهم حاجه نوع الرز. كمان. طبعا. لا خبيره فعلا. مش قوي يعني. اتفضل. استنى على الرز. يس. استنى على الرز. طبعا الكتاب المقدس مليان بالاحداث اللي تؤكد هذه كتير الحقيقه. فعلا بجد. فالحقيقه ايه تاني ملازمه لهذه الايه، بالهدوء والطمأنينة. والطمأنينة تكون قوتكم. أمين. اهدأ واطمن فوق العالي عاليا وفوقهما الأعلى يلاحظ، والأعلى ده بقى في يده كل السلطان، يده كل السلطان. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ تخيلي بقى يجي الواحد خبر الله امر بنجاح الاخوان، نقول هللويا. امين. الله امر بنجاح السلفيين، هللويا. الله امر بنجاح الليبراليين، هللويا. الله امر باي شيء، هللويا. لان كل ده بيعمل اللي عليا انا بقى ايه؟ احب ربنا وامشي في سكته، بس احبه وامشي في سكته، لا انزعج ولا يضطرب قلبي، لأن المسيح قال لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أنا راح أعد لكم مكان، إعداد المكان ده عايز مشاكل، لازم أجيب مشاكل، إعداد المكان ده عايز آلام، لازم أجيب آلام، ومتى مضيت وعددت. لا أنا مش عايز أخذ الحلقة كلها كده، بس يعني ثانية وهخلص. متى مضيت وعددت المكان آتي إليكم وأخذكم إلي حتى حيثما أكون أنا تكون أنتم. في أحلى من كده يا راني؟ ما فيش أحلى من كده. هللويا. له كل المجد. مجد لأبويا. شكرا يا بركة. ربنا يباركك يا سيس. يعني النهاردة أفهم من كلام حضرتك رسالة اطمئنان ورسالة سلام جداً لكل الناس، للمطمئن، لتمام مقاصد الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده للخير. لكن واحد شغال شيطاني صدقني يعني مثلا القتلة الثورة من قامت للنهاردة في كتير اتقتلوا. مين اللي قتلهم؟ أيها القاتل. الله قال سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. مظبوط. القاتل سيقضي الأبدية في جهنم النار الأبدية مهما كان، مهما كان القاتل. لو طالت السنين. طبعا. او طال الزمن هيجيب بردك حقنا. ده حق الله. حق صح. حق الله. مظبوط. حق ربنا. الله خلق انسان واداله عمر
الإنسان ده خد عمره ومات يبقى استوفى حقه. الله خلق إنسان واداله عمر ويجي واحد يقصف عمره؟ ده أنت ضربت ربنا في عينه، زي القناص اللي قاعد يضرب عينين الناس، ده ضربت ربنا في عينه. صح. لكن اللي بيحب ربنا اهدأ جدا، اطمن جدا، انت في امان، انت في سلام، انت في عمود الحق وقاعدته اللي هي الكنيسه. ده حسب كلمه الله. طبعا في ناس رايهم الكنيسه دي شر، براحتكم. انت متشال على الاكتاف. بالظبط. بالظبط. ليه خايفين؟ صح يعني. بس في الحقيقه السيس لطيف بيجينا طبعا بعض المكالمات، بعض التوترات، يقولوا احنا بشر ازاي نكون بنتحمل ده كله، لكن انت خلينا فعلا مع الهنا السماوي زي ما انت قلت يا قسيس، وتعليقك برضك. وانا عاذر الناس يعني، لكن الحقيقه الحقيقه هي في كلمه الله. بالظبط، يعني كل حاجه نرجع لكلمه الله بتقول. ده اللي هو فعلا عايز يوصل، انه ينمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح، ويتم مشيئه الله في حياته، ويستقر بين يدي القدير. على الايدي تحملون، تحملون. بالظبط. على الركب تدللون. ده ايه ده؟ ده في ده العهدين القديم والجديد. مظبوط. كإنسان تعزيه امه هكذا يعزيكم يقول الرب. يا عم عايز ايه غير كده؟ خليك في ربنا، خليك في ربنا، واتقل على الرز ودوقه بعدين. وبعدين وهنشوف اختبارات وهنشوف حاجات جدا في الوقت اللي جاي، وهنسمع عن اخبار تفرح العالم كله باسم جدا يسوع يا بنتي، بصومنا جدا. وصلاتنا يا اسيس كمان. يعني احنا الفتره اللي فاتت قعدنا نقول يا جماعه دعوه للصوم والصلاه. الصوم والصلاه بتفتح ابواب كثيره، بتاخد يعني بجد بجد الحق اللي راح او اللي ضاع، ربنا هيرجعه لنا اضعاف اضعاف، وهنشوفه قدام عينينا. انا هو الطريق والحق والحياه ده. مين قال كده؟ المسيح. يبقى الحق هو المسيح. مظبوط. والطريق هو المسيح. والطريق هو المسيح، عشان كان الطريق يعني. لا. والحياة هو المسيح. الحياة. فالحق مش ممكن يروح، مش ممكن يضيع. كل الحسابات بتتسوى، كله بيتسوى. مظبوط. لأن المسيح هو الطريق والحق والحياة. سوري خدت وقتك. لا خالص خالص يا سيس. لكن نرجع تاني معاك ونقول، هل هناك نبوات في الكتاب المقدس بتشير لكده؟ بما يحدث الآن في مصر والشرق الأوسط، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ تحملها الإجابة دي. بعد هو الخير العظيم لأولاد الله، سواء استشهدوا، سواء اتقلعت عينيهم، سواء اترموا في النيل بعد ما موتوهم، سواء مثلوا بجثثهم، كل ده ملوش لازمة. كل ده بيجيب دينونة على الدفاع على ذلك. ده بينه وبين ربنا، احنا مش احنا اللي هنضربه، ولا حتى بالعكس، ده احنا نصلي له يا رب ارحم. لكن ليه النقمه انه يجهز يقول يا رب؟ الله مش ممكن يسكت على وضع زي كده. لكن الهدوء والطمانينه ده يملا قلوبنا سلام، سواء دلوقتي او بكره او بعده او بعده او بعده، الى ان ياخذنا الرب اليه فوق السحاب. تعرفين مين اللي هيدين المسكونه يا حبايبي المشاهدين؟ ها؟ المسيح. المسيح. ده حتى الإسلام بيقول كده. المسيح هو اللي حنين المسكونة. تخيل بقى المسيح بيقول للقتلة في ذلك اليوم. عندهم ندائين المسيح في الأبدية. نداء اسمه تعالوا يا مبارك يا أبي. يس مظبوط. نرثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ميراث، ما احنا اولاد، الاولاد يورثوا ابوهم. مظبوط. واحلى ميراث. اوه ده حته ميراث. ده حته. اه ده احلى ميراث. هللويا. امين باسم هللويا. بس عنده نداء تاني بقى. اتفضل. اذهبوا عني يا ملعين. ايوه. الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته. تحب تكون مين من دول؟ ما فيش غير له حيدين، هو اللي حيدين. وده قال لنا في الكتاب المقدس، عندي الكلمتين دول، العبارتين دول. اللي عن يميني تعالوا يا مبارك يا أبي رثوا الملكوت المعد لكم، اللي على شمالي اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس. احنا مالنا ولا إبليس ولا مؤاخذة، ما هم يا ربنا أبوك يا إبليس أبوك، ما فيش أب تالت.
هما اتنين اباء للبشريه، اما انت ابن الله مولود من الله مولود من فوق، او ابن ابليس، لان شهوات ابيك شهوات ابليس تريد ان تعمل. مين اللي بيشتهي القتل؟ ابليس. قتال الناس منذ البدء، ابليس كذاب، ابليس مفتري وابو الكذاب. وابو كل كذاب. هتعيش مع مين في الابديه؟ هتعيش مع ابليس. طب بص لنفسك، بتكذب ولا لا؟ طب بتحب تقتل ولا لا؟ طب قتلت ولا لا؟ طب ضربت واستخبيت ولا لا؟ بتشتهي القتل، ما عندكش آلة تقتل بيه، بتشتهي القتل ولا بتحب وبتضحي وبتعطي؟ ده أبو ربنا وده أبو إبليس. صح. فكله بيتسوى في الآخر، وما فيش ما في حساب ربنا دقيق بشكل. يا سلام، كله بيتسوى. حتى جهنم درجات والسماء درجات، ويا بخت بقى اللي ايه اللي يطلع الدرجة الأولى، اللي ياخد درجاته في السماء. أمين باسم يسوع. ماجدا ماجدا للرب. أمين أمين. كلمات معزية جدا. ربي يبارك. لطيف بجد، لكن تسمح لي نكون بنفتح الخطوط مع أعزائي المشاهدين. الخطوط مفتوحة دلوقتي، لو عندكم أي أسئلة في الموضوع اللي بنتكلم فيه، أو أي استفسارات للكتاب المقدس، أو أي طلبات صلاة هنشارككم النهاردة بكل محبة. احنا واثقين الله قاعد في وسطينا النهاردة، وهيكون في صلة بيننا وبينكم عبر أسلاك التليفون. التليفون موجود على الشاشة، هيكون في صلة حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمه، هناك رب يكون في الوسط. الرب موجود الآن وقادر إنه يكون بيستجيب على كل طلب صلاة النهاردة. أمين. أي آلام، أي أوجاع، أي مرض النهاردة، أي مشكلة حاسس النهاردة، ارفع سماعات التليفون واتكلم معانا، ما تترددش. خد البركة النهاردة، خد المسحة النهاردة، خد الشفاء النهاردة من إلهك، لأن إلهك هو المكتوب عنه إله وراعي وطبيب شافي. هللويا. أحسن من الأطباء وأحسن من أي إنسان في الدنيا. أمين باسم يسوع. هنستقبل تليفوناتكم باسم يسوع. أسيس لطيف جناب القس لطيف الشهير بشيخ لطيف سابقا قبل طبعا ما تكون قسيس، كانت هناك مصادمات كثيرة أو كبيرة في الأنظمة السابقة بمطالبك بحقك والتبشير في الشرق الأوسط في مصر قبل مجيئك هنا إلى أمريكا. ما هو مستقبل التبشير الآن في الشرق الأوسط؟ وما هي أنسب آلية للتبشير في وجهة نظر حضرتك أنت شخصيا؟ ايه اكتر حاجة تكون بنبشر بيها او بنوصل بيها رسالة المسيح اسرع واوفر واصدق؟ بيقول الكتاب في سفر اشعياء اصحاح 6، لما اشعياء دخل الى المقادس الالهية ورأى السيد هناك ورأى المنظر الرهيب، النار الاكلة على العرش، السرافيم وأذيال الرب، ده منظر كله نار في نار نار في نار، نار بتقتل الأعداء ونار تقدس وتطهر المؤمنين. وشعي قال إن ويل لي إني هلكت لأني نجس شفتين وساكن بين شعب نجس شفتين. شعي قبل كده قال كم نبوة قبل أصحاح 1 و2 و3 و4 و5 على الأقل، يعني ما كانش دي سنة وفاة عزية، هي سنة وفاة إرسال الله لشعية. شعية أرسل الرب أيام عزية قبل وفاة عزية، لكن هنا حصل لشعية اختبار جديد، إنه واحد من الصرافيم بملقط خد جمرة مولعة من المذبح، كل ده في السماء فوق، وكان شعية رؤية فوق يعني، ومس شفتيه. قال له مست شفتيك كفر عنك وطهرت من اثمك. ناخدها كده اشعياء 6 عشان نبقى بنتكلم على طول دايركت مظبوط من الكتاب المقدس. سوري ان الذاكره ما بقتش تستوعب كتير دلوقتي. لا ده انت بركه يا قسيس. فقال له مس بفمي وقال ان هذه قد مست، عدد 6 عدد 7 من إشعياء 6، قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. بعد كده ثم سمعت صوت السيد قائلا من أرسل؟ وقبل كده في إرسالية، بس كانت إرسالية تدريبية لغاية لما يعمقها
أكثر بهذا المجد اللي شافه إشعيا، وهذه الإرسالية الخاصة اللي إشعيا بعد كده تكلم عن المسيح بكل صراحة وبكل وضوح لدرجة بيسمى في الكتب التفسيرية عند المفسرين النبي الإنجيلي، أو السفر اللي بيعبر أكثر سفر في العهد القديم عن الإنجيل. قال سمع سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. فالمرسلين الحقيقة ممكن يرسلوا إرسالية تجهيزية. إزاي؟ نفس المسيح أرسل تلميذه 2 2، ده ما كانش لسه الروح القدس حل عليهم. إرسالية تدريبي كده ممكن. طيب استأذنك أستاذ لطيف، هنكمل مع بعضينا عشان في تليفونات معانا. قولي تحت أمرك. ربنا يخليك، بس أخليك فاكر. استأذنك طبعا أقول لك حبيبي الأستاذ لطيف، لأنك أنت أبويا، يعتبر ابويا الروحي، واسمح لي اكون بقول لك كده. يا حبيبتي يا بنتي الغاليه، انت ربنا يخليك، ربنا يخليك يا استاذ لطيف، انت بركه فعلا لينا. اسمح لي نكون بنستقبل تليفونات دلوقتي مع اعزائنا المشاهدين، وخليك فاكر احنا وقفنا لغايه فين عشان نكمل مع حضرتك. لا ما انا عارف لو نسيت هيحصل ايه. لا ولا يهمك، ناخد اول تليفون كان على الطريق. اللقاء الروحي، اهلا بيكم. الو مساء الخير. سلام، اهلا بيكي، اتفضلي. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معاكي، سلام ونعمه، اتفضلي. انا نيمين من اسكندريه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا محتاجه طلب الصلاه. امين. اولا امان مصر، ثانيا ربنا يساعدنا، والحاجه اخر حاجه ان انا نفسي انا واختي بجد ان انا اشوف اختي اخواتي اللي بين صبايا، نفسي اروح لهم اشوفهم اطمن عليهم، محتاجه تلبس صلاه كتير. امين حبيبتي. تلبس صلاه لاخواتك اللي في مصر، يعني انت عايزه تلبس صلاه عامه يعني. تمام حبيبتي. ونفسي اشوف اخواتي اللي في امريكا. ونفسك تشوفي اخواتك اللي في امريكا، اخواتك بالجسد، اخواتك في الجسد. امين يا حبيبتي، امين باسم يسوع. الرب يديكي سوء لقلبك يا حبيبتي، وتدخلي السفاره وتاخدي الفيزا وتفرحينا معاكي، وشوف اخواتك باسم يسوع. اسيس لطيف، تحب تكون بنصلي طبعا معاها؟ طبعا. هي طلبت صلاه عامه شامله الكل، ان ربنا يحافظ على ممكن معانا تلبط صلاه تانية، وممكن نكون بردك ناخد التليفونات وبعد كده نكون بناخد تلبط الصلاه اول باول يعني. انا يوم. بس عايزينك تصلي اسيس دلوقتي مع بنت المسيح، هي من اسكندريه طالبه صلاه عامه، ونفسها تشوف اخواتها هنا تيجي في امريكا باسم يسوع. الله يديها الفيزا باسم يسوع، امين. اتفضل يا قسيس. يا رب نشكرك، نمجدك، نعظمك لاجل ارادتك الصالحه لتدريب اولادك ولتجهيزهم للحياه الابديه، لان هذا هو غرضك يا رب. غرضك ليس ان نكنز لنا هنا كنوزا، لكن أننا نكنز في معرفتك، فنكنز للحياة الأبدية. بنتك بتعرف نفسها بنت الرب، بنتك يا رب مشتاقة تشوف إخواتها اللي في أمريكا أو في أي مكان آخر، وترفع طلبتها إليك، وهذا شوق جميل. وفي الكتاب المقدس كلمتنا عن ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، الإخوة الروحيين، وكم بالحري لو إخوة روحيين وإخوة في الجسد أيضا. يا رب أنظر لطلبتها وقدس هذه الطلبة مستجيبا لها بنعمتك ومحبتك ورأفتك. ولاسمك نهدي كل اكرام ومجد الى الابد. امين. امين باسم يسوع. الله يديكي باسم يسوع. امين يا بنتي. تكوني بتزوري اخواتك هنا. امين. وربنا يطمنا على كل شعب مصر باسم يسوع. وربنا يكون معاكي ويفتح كل باب قدامك باسم يسوع، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح، هو ده الهنا. اتمسكي بعود ربنا النهارده، اتمسكي في خطه ربنا في حياتك، وكل شيء تحت السماء ليه وقت.
ناخد تليفون اخر. تسمح لي يا سيدي ناخد تليفونات ورا بعض كمان. امين. لازم تكوني بتزورينا. والاسيس لطيف. اهلا بيك. اهلا بيك. ناخد تليفون اخر كمان في طريق اللقاء الروحي. مين معانا؟ الو. مساء النور. اتفضل. بمسى على عبد الفاضل. بمسى على حضرتك. اهلا بيك. بنمسى على حضرتك كمان. اتفضل. اهلا بيك. كنت بس عايز اسال سؤال للاب الفاضل. بالنسبه لما يكون الواحد عايز يعبر لبر الامان ومن جواه عاوز يمشي فعلا مع ربنا وبعدين دايما في حاجه بتمنعه ومش قادر يعني مش قادر يوصل للحته دي بالذات، ايه الطريقه السلسه والسهله اللي يقدر فعلا يكون فيها مع ربنا بجد وما ينحرفش تاني او يمشي يمين او شمال او يعني يعمل اي حاجه غلط في حياته فيما بعد؟ الطريقه السلسه السهله المبسطه للطريق ده، لان الواحد يبقى فيه في دماغه حاجات كتيره جدا، بيحب يعمل خير، بيحاول يكون مع ربنا، بس دايما في حاجه بتاخر الواحد انه يمشي مع ربنا فعلا بجديه. فهي دي السؤال اللي انا بساله، وبطلب برضو طلبة صلاة لكل المرضى اللي في عيلتي اللي هم يعني عندهم أمراض أو اتعافوا منها أو لسه متعافوش. بطلب لهم طلبة صلاة، وبطلب طلبة صلاة لكل مسيحيين شعب مصر طبعا، عشان آمين. احنا مش عارفين الأيام اللي جاية هتكون شكلها ايه، آمين. بس أتمنى انها تكون أفضل من الأيام اللي فاتت إن شاء الله. بشكركم جدا. ربنا يباركك، وسؤالك رائع. الله على الجمال، على سؤالك اللي فعلا بيفتح النفس كده، ازاي تكون ليك علاقة جميلة وعلاقة سهلة مع ربنا. تسمح لي نكون بناخد ربنا يخليك واظب معانا وخليك مستمر معانا، وهنكون بتجاوب على حضرتك مع الاساس لطيف، بس تسمح لي ناخد تليفونات تانية علشان في خطوط من مصر وقت بتقع، فلازم نكون بناخد ورا بعض. لا حلو حلو. تسمح لي اخويا الفاضل خليك معانا، والاساس لطيف هيكون بيجاوب على حضرتك. سؤالك فعلا حلو جدا جدا, جداً. الله جداً. يعني انا بصراحه اتكيفت النهارده من السؤال الجميل ده. طيب ناخد منه ومنك في تعليقك عليه. صدقيني. ربنا يباركك. ناخد تليفون من مصر. اهلا بيكم كمان في الطريق لقاء روحي. الو الو الو. مساء الخير. اتفضل. مساء الخير يا مدام رانيا. مساء النور. اهلا. كمين معاك يا فندم. اهلا بيك. ازيك يا استاذ كمين؟ نعمه الرب. يا خساره يا استاذ كمين، ما كملتش معانا المكالمه قطعت. طيب ناخد تليفون اخر. معلش اتصل بينا تاني يا استاذ كمين. دايما بشتاق كده جميله، بتبسط لما بسمع صوتك. اهلا وسهلا بيكم قناه الطريق اللقاء الروحي. الو الو. ايوه. مساء النور. مساء المسيح. اتفضلي. سلام الرب يسوع. سلام المسيح. سلام الرب يسوع. سلام عليكم جميعا. امين يا حبيبتي، وعليكي انت كمان. اول الو الو. انا سامعاكي كويس جدا. اتفضلي. طب حبيبتي، طيب اولا ربنا يبارككم ويبارك خدمتكم. موضوع جميل وشيق جدا من ناحيه الاتعاب والاحزان اللي في العالم. ربنا قال لنا رب يسوع قال لنا سيكون لكم ضيق في هذا العالم، ووعودنا كلها في السماء، الوعود اللي ادها لنا الرب كلها في السماء. مظبوط. اما من الناحيه الثانيه، بس نفسي تدوني فرصه اتكلم فيها. رب يسوع قال طوبى لمن لم يعثر فيه، والايه دي معناها كبير قوي قوي. يعني اللي يعرفني ويعرف انا مين، ده اللي هيربح الحياه الابديه. وأنا نفسي أسأل الأسيس سؤال. إحنا نؤمن يا حضرة الأسيس إن الله ليس له شريك. الله ليس له شريك. فهل ممكن الرب الإله الذي خلقنا يعطي لأي نبي أو ملاك في السماء أن يكون شريكا له في الخلق؟ هل ممكن هذا حضرة القسيس؟ ولا الله وحده هو الله وحده الخالق الوحيد؟ الخالق الوحيد. الله وحده هو الخالق الوحيد لهذا الكون. لا يمكن يعطي النبي او ملاك في السماء انه يخلق ولو شعره من شعور راسنا، زي ما الرب يسوع قال لنا لا يستطيع احد، لا تحلفه بشعر راسك، لان ما فيش انسان يقدر يخلق شعره فيه بيضاء او سمراء. اذا الخالق هو الله وحده.
كلامي مظبوط ولا غلط لحضرة الأسئلة؟ مظبوط جدا. نعم مظبوط جدا. أشكرك. إذا إلهنا ليس له شريك. الإله الذي حمى شعبه في العهد القديم وجعل البحر لهم طريقا ووعدنا بالخلاص هو الذي جاء إلينا في الجسد وهو اللي خلصنا من خطية أبونا آدم وأمنا حواء. الحاجة الثانية حضرة الأستاذ، هل يستطيع، هل الله له شريك آخر؟ دي صفات الخلق، ده صفة من صفات الله لا يمكن أن يعطيها لنبي ولا يمكن أن يعطيها لملاك السماء. الحاجة الثانية، العهد القديم كله يقول لنا الأنبياء ويقول لنا أبينا إبراهيم بصفة خاصة أن الرب الإله خالقنا وحده هو ديان الأرض كلها، هو اللي هيدين العالم. فهل ممكن الله يشرك معه مخلوق من مخلوقاته ويدين العالم بهذا المخلوق؟ مستحيل. فإذا السيد المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد، لأنه هو الذي يخلق وهو الذي سيدين العالم. ومعنى أنه يدين العالم لابد أن يكون موجود منذ الأزل، فوجود الله كائن بذاته منذ الأزل، هو كائن بذاته منذ الأزل. فإذا عالم بخبايا البشر وعالم وعيناه تزول جميع أنحاء الأرض. إنه طوبى لمن لم يعثر فيه. أنا بقول التوجيهات دي كلها وعندي دلوقتي كلمة واحدة أنا هقول تاني. من الذي أرسل الأنبياء يا حضرة الأسئلة؟ من الذي أرسل الأنبياء إلى الكون كله من العهد القديم لحد المجيء لحد تجسد الله الكلمة؟ من الذي أرسل الأنبياء؟ هل في نبي بيرسل نبي أم الله وحده هو اللي أرسل الأنبياء؟ أنا على فكرة ملاحظ ربنا يباركك يا حبيبتي عن دخلتك وسؤالك، حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللاهوت. ده الكلام كله بتاعك صح جدا. أنا عندي لكل باحث عن الحق، لكل باحث عن الحق من إنجيل متى يقرأ إنجيل متى الإصحاح 23 الآية 24 الرب يسوع ماذا قال؟ لذلك ها أنا، ده الرب يسوع والمتكلم، لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. لما نقارن هذه الآية، لو الإنجيل قدام حضرتك، أقارن هذه الآية بأرمية، سفر أرمية الآية 35 الإصحاح 35 الآية 15، الرب الإله الذي هو يسوع المسيح قال لنا أنا مرسل إليكم الأنبياء، ده في العهد القديم. لما نقارن هذه الآية برسالة أفسس الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع، أنا هطلعها بسرعة هي سوري، أو لو تقدر حضرتك هنقدر نقول موجودة أهية قدامي، هقراها لو سمحتم، بس علشان دي فرصة ذهبية لكل من يبحث عن الرب يسوع ويعرف هو مين. هو اللي أرسل الأنبياء، هو الله، ما يستطيع أحد أن يرسل نبي. الله هو اللي يرسل الأنبياء في العهد القديم والجديد، والله هو الرب يسوع المسيح. هنا بيقول إيه بولس الرسول في الإصحاح الثالث، بيقول إيه؟ بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم، أنه بإعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز، الذي بحسبه حينما تقرؤون تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه
بالروح. الهاء في كلتا الحالتين عايدة على الرب يسوع. فهنا هذا هو إيمان بولس الرسول. أمين. أن نيجي كمان إيمان بولس الرسول ولما الرب ظهر له عرفه بذاته إن هو اللي أرسل الأنبياء. أمين. لما نيجي حبيبتي الغالية أو أختي الغالية، علشان بس وقت البرنامج هنكون الأسيس بيعلق بردك معاكي على الموضوع دوت. حقيقي هو مفيش غيره، هو المسيح، هو اللي خالق الكون زي ما قلتي بالظبط. ربنا يباركك بجد ويبارك مداخلتك العظيمة اللي فهمتنا وفهمت ناس كثيرة جدا أكتر، وإحنا أوريدي عارفين فعلا اللي مفيش غيره، هو الإله الوحيد، هو الرب يسوع. لا دي دارسها بشكل تعليقك يا سيس بسرعة. ومش عايزين كمان ننسى السؤال بتاع أخونا اللي اتصل من شوية، ايه الطريقة السهلة الجميلة اللي تعيشه مع ربنا أكتر ويكون كده قلبه دايب في ربنا، يقدر اللي هو يكون، لأن الحياة طبعا شريرة والحياة فيها مر كتير وصعوبات كتير، ظروف صعبة بتمر علينا، زي يكون طريقة سهلة بسرعة مختصرة عشان نكون بنكمل بقية حوارنا وناخد بعد بردك المكالمات كمان جدا. شكرا. بالنسبة لأختي اللي كلمت دلوقتي أقول لك حاجة كده يمكن توضح الفكر اللي كنت عايزة تقوليه، وبعدين للأسف ضيق الوقت ما سمعناهوش. إنه الله كلم الآباء بالأنبياء قديما، لكن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه. تفتكري بعد ما كلمنا في ابنه يرجع ويجيب واحد تاني مش متعلق بابنه نبي؟ لا، امال ايه؟ في أنبياء، بس الأنبياء دول مين؟ أرسلهم المسيح بقى، اللي هم الإنجيل مقام على أساس الرسل والأنبياء. مين الرسل؟ رسل المسيح، هم 12. مين الأنبياء؟ اللي هم أرسلهم الروح القدس، أي الله، الله الآب والابن والروح القدس. بعد كده ما يجيش واحد يقول أنا بتاع ربنا، الإنجيل قال ما ينفعش. طبعا كل واحد ليه رأيه، لكن بالنسبة لإيماننا بالمسيح أخيرا كلمهم في ابنه. دي الرسالة الأخيرة، لأن هو المسيح هو الخالق، لا شريك له خالص، هو الله، هو الله، هو الله، هو الخالق. إنه الكلمة، الكلمة، والله خلق العالم بالكلمة، ليكن فكان، ليكن نور، كان نور، الكلمة. والمسيح هو الفادي، لأن هو في الذات الإلهية الوحيد الذي يمكن أن يصبح بشرا، فأخذ صورة عبد، أخذ نفسه أخذا صورة عبد لفداء البشر، وهو ديان البشر لأنه هو خد صورة العبد ومجرّف في كل شيء مثلنا بلا خطية، وهو حيدين العالم، فما فيش غيره الحقيقة. ما فيش غيره. أي حد عنده فكر تاني عليه يثبته بس. بالظبط. في دلائل، يعني هاتوا الدلائل. اثبت اثبت، عايز تعيش بغير إثبات براحتك برضو، احنا مش مشكلتنا. ندخل للإجابة على سؤال مع الأستاذ. ده سؤال جميل قوي. نشكر ربنا. أشكر ربنا أنه سمعت صوتك واخترني، يعني فرحانة بيك قوي. في قوتين متضادتين في العالم، القوة الروحية الإلهية والقوة الروحية الشيطانية. القوة الروحية الإلهية هي قوة عمل الله في خلاص البشر. القوة الروحية الشيطانية هي عمل الشيطان في هدم قوة الله، ونفس القوة الإلهية في هدم عمل الشيطان. فالقوتين ضد بعض. فلما تيجي حضرتك تريد أن تعمل الحسنى، والاختبار ده قاله بولس الرسول في رسالة روميا، أجد الشر حاضر. تلاقي الشر عندك، شر موجود بيمنعك. ليه؟ لأنه هنا في اختبار لازم يحدث في حياة الإنسان. الاختبار ده وصفه الرب يسوع المسيح بكل التفصيل في كل الكتاب المقدس، حتى في العهد القديم بروح القدس. يعني مثلا لما اتكلم عن نيقوديموس قال له ينبغي ان تولد من فوق. اتولد ازاي؟ ادخل بطن امي، بطن امك تنزل برضه زي ما انت، لو امكن يعني، مع استحاله الدخول لبطن امك. لكن تدخل انا هقول تعبير غريب شويه لكن اقبلوا مني للتفسير، بس تدخل بطن الله وتولد مولود من فوق. يعني يدخل بطن الله لان الله بيحبك،
بيحبك جدا، بيحبك جدا. دي ولاده روحيه مش ولاده جسديه من البطن. ولاده كل انسان له ولاده جسديه، امور جسديه، ما بتولدش الانسان وراح السماء. يعني كل انسان معرض انه يروح الهلاك بعد ما اتولد من امه يعني. لكن الولاده الروحيه قال كده الرب يسوع لنيقودموس، ينبغي ان تولد من فوق. لا احد يستطيع ان يرى ملكوت الله ان لم يكن مولود من فوق. اللي مش مولود من فوق، مولود من جديد، مولود من الماء والروح، مولود من كلمة الله، مش ممكن يدخل السماء. يدخلها ازاي؟ هو ربنا ابوه؟ لا مش ابوه. هو ابو شيطان ابوه؟ طب يدخل السماء ازاي؟ يبقى راح جهنم. فدي الحقيقة. سيبك من الدين ايه او المعرفة ايه، ينبغي ان الانسان يقبل نعمة الله التي تتحادث معه. وأما كل الذين قبلوه، اللي بيقبل الله، فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أولاد الله، خلاص انتهى الموضوع. إيه؟ إنه قابلت الرب، قابلت محبة الرب، قابلت خلاص الرب، قابلت تعامل الرب معي، انحنيت وانكسرت أمامه وقلت له يا رب أنا جاي لك، جاي لك النهاردة، أنت أبويا، خلصني يا رب، خلصني وارحمني. بعد الخلاص برضو ربنا أنعم علينا بحرب جهادية تانية. ليه الحرب الجهادية التانية دي؟ عشان يدينا رتب سماوية عنده هو. ايه الرتب السماوية دي؟ يعني درجة أعلى في ملكوت السماوات. الخلاص بالنعمة، تقبل الرب تبقى أنت دخلت السماء، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم وعطية الله. الرتب دي بقى بالجهاد، دي الأكاليل اسمها، سماها بولس الأكاليل. وفي الآخر قال لك بولس في حياته قد جاهدت الجهاد الحسن. ده بعد الإيمان لازم الجهاد، لازم الجهاد. الجهاد ده بقى ايه؟ يتم ازاي؟ لازم يكون الشيطان برضو الاخر بيدخل في دماغنا. بيسمح له ربنا يدخل؟ الحقيقه مش ربنا اللي بيسمح له، احنا اللي بنسمح له. ايوه. ما احنا اللي بنسمح له. ليه؟ لان عندنا ايه قالها بطرس، ان فعلتم ذلك لن تزلوا ابدا. ايه ده؟ اللي هي السهر والتقديم في الايمان فضيله، وفضيله معرفه، والمعرفه تعفف. يعني الحياه الساهره تبعد عنا دخول الشيطان. لكن الشيطان يزغل العينين بعيد صاروا وصلوا لإلا تدخلوا في تجربة. مظبوط، بالظبط مظبوط. معانا تليفونات دلوقتي من مصر، عمالين نكمل يعني بعدين، نكمل بعدين، معلش يقولوا لي في الكنترول تليفونات، تليفون مصر واقع، معلش مش مشكله، هنكمل مع بعض. طب ناخد بنت الرب. بنت الرب وابن الرب كله. امين باسم يسوع. مكالمه سريعه، اتفضل. قناه الطريق لقاء الروحي. ايوه. الو، اتفضلي. الو الو، مساء الخير، سامعاكي كويس جدا. ايوه اتفضل. النور، مساء الفل، ازيك يا مدام رانيا؟ نشكر المسيح، نشكر ربنا الرب. يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتفضلي. انا عايزه طلب صلاه بس. امين يا حبيبتي، طلبت صلاه. يا رب يخليك. عندي بنت في امريكا وليا السنه الثانيه ما شفتهاش، وانا معايا بنتي لسه بنوته معايا، هي هناك متجوزه يعني. فانا قدمت في الهجرة بس ما اعرفش هتجيني ولا لا. وبعدين انا كبيرة، عندي 66 سنة، نفسي اشوفها، خايفة عشان انا تعبانة شوية. يا حبيبتي باسم يسوع، ربنا يديكي طول العمر يا حبيبتي. والخوف ده من ابليس، الخوف ده من ابليس، ما تخليش ابليس يحاربك في النقطة دي، لكن باسم يسوع تقدري تشوفيها وتتمتعوا ببعضيكوا. يا رب. يا رب. امين. يا امين. هنكون يا بنصلي باسم يسوع حبيبتي. هنكون بنصلي من اجلك، مع بردك طلبات الصلاه اللي جات بردك من اخويا من شويه، وفي طلبات صلاه بردك جات لنا من الكنترول روم، هنكون كلنا بنحطها في عرش النعمه، والاسيس لطيف هيكون بيصلي عشانها. وانت كمان يا بنتي. كمين. انت صلي بطمأنينة وهدوء. ربنا طمنا. ويخلي استاذ جوزيف، ربنا يخليكم، انا بحب القناه بتاعتكم قوي قوي. واحنا بنحبكم قوي.
ممسوحه بالروح القدس. ما بسيبهاش صدقيني، قلبي ربنا ما بسيبها، ما بروحش اي قناه ثانيه. ربنا يبارك يا حبيبتي، دي نعمه المسيح. النعمه اللي المسيح ادها يا رب. والاستاذ جوزيف يا رب يخليكم، انا نفسي صليلي بس اروح لها واشوفها. امين باسم يسوع، وهتيجي تزورينا كمان. ربنا معاكي يا حبيبتي، حياتي ليكي. ربنا يباركك. ربنا يباركك. أستاذ لطيف معانا، كميل معانا، أستاذ كميل أهلا بيك يا أستاذ كميل من مصر. الله يخليك. احنا آسفين كل شوية الخط بيقطع. سلام ونعمة. اتفضل اتفضل. الله يخليك. أنا عايز طلب الصلاة للمدام، تعبانة جدا وأنا نسبة السكر عالي، يصلي لي ويحوش على الضيقات عني يا فندم. امين باسم يسوع. امين يا حبيبي. والاستاذ كميل يصلي لي صلاه، انا محتاج صلاه من اعماق صدقني، يعلم ربنا في الظروف دي صعبه جدا. ظروفه ظروفه فعلا وحشه حبيبي. باسم يسوع. ويصلي للاطفال بتاعته، وبارك الصلاه يا رب يستجب ليا وقناه الطريق والدكتور دزيف والمدام رانيا. ربنا يخليك باسم يسوع. قلبي. صلوات المسيح باسم يسوع. صلاه يا ريت حضره القسيس من الاعماق، وصدقني انا بصلي انا واولادي لو ان عندي السكر وبتجي لي غيبوبه ونواه. باسم يسوع ربنا يشيل عنك يا استاذ كميل وعن مراتك. حاضر دلوقتي يا مدام رانيا، معلش عشان خاطري. حاضر دلوقتي. حاضر دلوقتي حالا ولا نخليها مع الطلبات اللي جايه؟ هنكون بنصلي من اجل الكل. يا اصلي معاكي كمان لو دلوقتي، يا ريت اصلي طيب معاكي يا مدام رانيا. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ لطيف، صلي ونكون بنصلي في الاخر كمان. اتفضل. يا رب يا رب، قال لك بطرس الى من نذهب يا رب؟ كلام الحياه الابديه هو عندك، واحنا بنلتجئ اليك ونقول لك يا رب انت قلت لنا صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. نروح لمين غيرك؟ ما هو ما فيش غيرك. انت قلت انا الرب شفيك. يا رب المس ابنك واسرته في الضيقات اللي واضح انها متعدده، واحنا عارفين علاقتك باولادك ان في كل ضيقهم انت بتتضايق وملاك حضرتك بينقذهم. نلتجئ اليك في هذه الضيقات يا رب اللي تعم هذه الاسره وشعبك كله في كل العالم، وانت قلت في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا اللي هو يعني انت بتتكلم عن نفسك، قد غلبت العالم، فانت غلبت العالم. اعطي هذا الانتصار وهذه الغلبه وهذه الثقه في نفوس كل اولادك المتالمين، والمسهم شافيا في الروح والنفس والجسد، ولاسم كل المجد يا رب. امين امين ثم امين باسم يسوع. امين الله يستجيب النهارده لكل طلبة صلاة بنضعها امامه النهارده بعرش النعمة باسم يسوع. باسم يسوع احنا آمين. قادر. هللويا. أسيس لطيف، احنا كنا بنتكلم شوية عن التبشير وحياتك التبشيرية وايه الوسائل اللي ممكن نكون بتبشر بيها، وقلت لنا بعد هنصلي لا هنصلي في اخر الحلقة بردك للطلبات التانية. طيب. اللي جات لكلهم مع بعضيهم. لكن انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال، يعني احنا معنا اسئله كثيره. طيب اعمل ايه؟ كنترول روم عمال يقول لي يلا الحلقه قربت تخلص، الحلقه قربت تخلص، ادونا شويه طيب عشان خاطري شويه. على اساس لطيف، شخصيات اتقابلت معاها في السجن يا اساس لطيف، احنا عارفين ان حضرتك اعتقلت ودخلت بسبب تبشير، دخلوك السجن واعتقلوك. اشكرهم لذلك جدا يعني. انت بتشكرهم واحنا كلنا جدا، بس احنا زعلنا، لكن انت بتشكر جدا في كل الحلوه والمره كمان، بنشكر على كل حال. لكن لا انا عايزه اعرف، ما كانتش مره، كانت حلوه قوي. كانت حلوه، نشكر أوي. المسيح قوي طبعا، اذا كان تبشير من اجل المسيح طبعا، حتى لو عملوا فينا ايه. امين باسم يسوع. يعني واحد مع رب واحد اختار الشهداء اللي راحوا نتيجة تبشيرهم وصراخهم ويا رب يا رب بأعلى صوتهم، دي حاجة جميلة جدا فعلا، ربنا قادر اللي هو يكون بياخد حقهم. عايزة اعرف الايجابيات اللي كانت اللي موجودة في الشخصيات اللي انت اتقابلت معاهم في السجن، والسلبيات بردك اللي انت اخدتها. سلبيات من السجن؟ سلبيات من الشخصيات، في شخصيات كانوا معاك في السجن اللي انت يعني فاكر الايجابيات، لكن ما فيش سلبيات. طيب. لا مش فاكر. طب نشكر جاي سي، بس انا مش فاكر. طيب ناخد الايجابيات بسرعه. يعني في السجن
أنا قضيت 6 أشهر، 5 أشهر مع الناس الطبقة العالية من المجتمع اللي هما المطارنة والقصوص والدكاترة والمهندسين والطبقة الراقية اللي هما يعني السادات قصدهم قصد يحطهم في السجن لأنه يعني مستوى كده معلم ومستوى مؤثر في البلد. قضيت معه 5 شهور. قضيت شهر مع ما يسمى ذوي النشاط الإجرامي، لأنه بعد 5 شهور اعتبروني أنا من ذوي النشاط الإجرامي، مجرم في حق القانون بسبب تبشيرك. دول هم قاتلة يعني. لا مش سبب تبشير، ما هو ده موضوع من مش هنطبق فيه. احنا بالظبط قضيت هنا شهر وقبل كده 5 أشهر. ال5 أشهر ربنا اداني 6 نفوس في الإيمان، أولاد في الإيمان. الشهر ربنا اداني 6 نفوس في الإيمان من ذوي النشاط الإجرامي. نشكر المسيح. يبقى سلبيات إيه بقى اللي خدتها؟ لا ما في سلبيات، ده أحلى فرح يعني، فرح المسيح. قبل ما يأتي الإفراج عليا بساعات وكنت جالس مع حبايبي ذوي النشاط الإجرامي، وبعدين فجأة اتذكرت، ببص كده للعنبر اللي أنا فيه شكله إيه كده، وافتكرت آخر اجتماعات كنت مدعو ليها قبل السجن على طول مباشرة. طلعت من الاجتماعات دي على البيت ومن بيت على السجن على طول. يعني كان قبل السجن حوالي 3 أو 4 أيام كده. فلقيت المكان مشابه جدا، متشابه جدا. مش عايز اقول المكان فين بعدين اصحابه يزعلوا دلوقتي. لكن هو كنيسه من كنائس البياضيه، مش هقول كنيستي، كنت مدعي ليها هناك. تمام. والسجن بتاع ذوي النشاط الإجرامي ده، ولقيت الحيطان زيها بالظبط. قلت ايه ده؟ طب المكان ده مش محتاج، كان وقتها شيخ زي ما تقول حضرتك، مش محتاج حد يعني يقدم كلمه الله ويرسل ويحمل كلمه الله للناس دول. قلت يا سلام لحكمتك يا رب، ارسلتني هنا، يا سلام، ارجوك خليني زي ما انت عايز. اقتنعت اقتناع كامل ان انا مش سايب السجن ده الا لما ربنا يعني يقرر يشيلني بقى منه. وكنت بكتب جواب لمراتي في الوقت ده. تمام. فقلت لها الكلام ده في الجواب، والجواب ده محتفظ بيه لغايه دلوقتي. طب نشكر المسيح، ده ذكرى جميله. كملت الجواب فين؟ بره وانا في بيتي، لان طلعت بعديها بساعات. ياه. ايه ده؟ معجزه. ايه العجب ده؟ فوجئت. دي ايجابيات. كله ايجابيات العجب. لكن انا اقول لك بقى بعض السلبيات. اكيد كان جو برد، اكيد ما فيش غطا كويس، ما فيش الدنيا ممكن بردك تكون ضلمه. anyway مش هندخل في السلبي، باسم يسوع كل حياتنا تبقى ايجابيات. طيب علشان وقت بردك البرنامج، عايزه اسال حضرتك مشهد حصل في حياتك لم تنساه حتى اليوم، في حاجة حصلت عمرك ما نسيتها؟ هو كتير وصعب الاختيار. انا متأسف يعني، مش بقول عن نفسي انا بتاع المشاهد، لكن الحقيقة ربنا كرمني يعني في حياتي كتير. هحكي لك مشهد يمكن يكون متميز لاني قلت فيه عبارة ما قلتهاش قبل كده ولا بعد كده. قلت فيه عبارة ربنا، انا بصلي يا رب خد نفسي مني الان، لاني مستحيل اسمع في حياتي كلام مثل هذا الكلام اللي سمعته دلوقتي، من فضلك خدني ليك. هحكي لك، احاول اختصرها قوي الحكايه دي. امين. كان ربنا اكرمني وانعم عليا واداني رؤيه الحقيقه بخلاص شخص معين، اخت كانت زميلتي في الشغل، وراني رؤيا وقال لي دي هذه الابنه لي. فالموضوع اطمنت جدا وبدات اكثف جدا اهتمامي بتبليغها رساله الانجيل، وامنت. ده موضوع تاني، مش ده اللي احكيه. بعد ما امنت كان مكتوب كتابها على واحد، فجنن، فقرر انه لازم يعني ايه يهديها
تاني مرة لما كانت عليه. طب هي ليها ازاي وهي قامت خلاص في شيء؟ فقال يبقى العلاج ان انا ايه اكسر الانجيل، وكان امين بشكل رهيب. فجاب الانجيل ودرسه دراسة فاقني فيها، اللي انا دارس الانجيل بقالي كنت وقتها يمكن كام 30 سنة، هو في اسبوع اسبوعين كده طلع حاجات بالانجيل كانها ايه يعني لا حل لها. ولا طب انا هعزمه على العشاء، كان وقتها غدا في مصر، هنا عشاء في امريكا، هعزمه على الغدا نتقابل مع بعض في العياده بتاعتنا. رحت هناك الحقيقه اشهد ان هو طلع حاجات عجيبه جدا. طبعا العجب ان راح ربنا، ما انا ما كنتش محضر ليها خالص، ولا متخيل واحد في الدنيا يعرف حاجه زي دي. يقول لي مثلا ليه ربنا اختار داود يكون هو المسيح من نسله، ما اختارش يوسف؟ يوسف ده ابن يعقوب، ما يوسف نظيف، داود حاجات عجيبة جدا. والرب انعم علي بالإجابة، قلت له انت واخد فرض لكن الرب واخد سبط بحاله. امين. فالصورة هنا بتاعة السبط دي لم تفارق خيالك او دي المختارة من الرب. امين امين. وبعدين يوسف خد كرامته. يس. لانه يوسف خد البركة بقى سبطين، لكن الرئيس طالع من هنا، يعني دول الحتتين دول واخدين كرامة عند الرب، السبطين دول. المهم حصل كده، فابتدى يفكر لا ان الانجيل مش قادر يهزه. بكل مره في الجلسه تطلع مراته اثبت في الانجيل وهو يتشكك. ففي الاخر قال ايه؟ ذكي جدا، وعلى فكره سامع دلوقتي حاليا مسيحي. بجد نشكر المسيح. مبروك عليك المسيحيه. جدا، لو غالي عليا جدا. امين. جدا، هو خادم للرب. جميل كمان. أيوة. حاجه جميله مشرفه. ومراته نفس الحكايه. امين باسم يسوع يكمل معاهم. فقال ايه؟ يعني لقى نفسه مش قادر. فعمل ايه بقى؟ هم عيله كبيره منشوره شويه في مصر، مشهور قوي يعني. فوي وكيل وزاره الاوقاف صاحبه جدا، او صاحب ابوه يعني، هو وكيل وزاره الاوقاف كان كبير في السن يعني، وده صغير شويه. مش عايز اقول اسمه برضه عشان ما اسيئش لحد او ما يدز. زي بعد ما فيش بدون ذكر اسماء. فقال لي فلان بيه، قال لمراته فلان بيه هيكون معانا ويجي ونخلص الموضوع. قالت لي فلان بيه؟ مين فلان بيه ده؟ قالت لي ده وكيل وزاره الاوقاف. اهلا وسهلا. فين العياده؟ طبعا انا استفدت لي بكم، كان دايما بيعزمنا على اسمه ابو شقره ده. ابو شعر ده كباب وكفته. كباب وكفته. ايوه ده احلى محل بصراحه. يعني مش بس بناكل روحيا، لا كمان جسديا. احلى اكل روحيه بقى اللي اكلها دلوقتي بقى. يا سلام، نشكر المسيح. فقعدنا، هو قاعد على مكتبه، مراته قاعده الناحيه دي، وانا قاعد الناحيه دي، قصاده وكيل وزاره الاوقاف. كان لطيف جدا وكيل وزاره الاوقاف. انا متاسف اقول الكلام ده، ارجو ما فيش حد من الاحباء يعني المسلمين ينزعج. لا يعني ما تنزعجش، ده حصل، حكايه حصلت يعني. وكان هي رايها كده يعني، انا شخصيا موافقه على رايها، انا ذهلت من هذا الراي، لكن اي حد براحته، ما عنديش اي مشكله في حاجه. فقال لها يا ست ايه الازعاج اللي انت عاملاه واحد مكتوب كتابك عليه ده؟ ليه الازعاج ده؟ كل الاديان واحد، ايه الفرق بين الاسلام والمسيحيه؟ كله بيقول حب بابا، حب ماما، حب جوزك، حب اخوك، حب قريبك كنفسك، حب قريبك كنفسك، ايه المشكله؟ فانا بقى ما طبعا ما ردش ولا كنت هرد الحقيقه، لان هو المقصود البنت دي تفهم يعني، تعقل يعني. فرحت يا مربى الكرسي شويه كده وانا مستني بقى هتقول ايه، وراحت قالت الكلام اللي فيه الشفا كله. قالت له فلان بيه باسمه طبعا، الاسلام كلمني عن ربنا بس ما ادانيش الطريقه ان انا اوصل لربنا، زي عماره عاليه قوي اللي هو ربنا يعني.
لكن اوصل فوق ازاي مش عارف اوصل، لا في سلم بيوصلني ولا اسانسير، ولا اسانسير بيوصلني. المسيحيه كلمتني عن ربنا نفس العماره العاليه قوي دي، بس فجاه لقيت اسانسير قال لي انا هو الطريق والحق والحياه، وصلني لربنا. يا سلام، مجدا لك. انا سمعت قلت يا رب لكل المجد، خدني بقى الوقت كفايه. يا سلام، كفايه، مش هسمع احلى من كده في حياتي. امين. ايه ده؟ حته التفسير. ايه التفسير ده؟ يعني لا الاعمال بتوصل ولا الاسوان بتوصل، ده المسيح على كده، ولا حاجه بتوصل الا ايه؟ الا النعمه التي في المسيح يسوع. الكلمه مظبوط. ذاقتها البنت دي. صوري رد عليها قال لها ايه؟ قال لها جبت الكلام ده من فين؟ قالت له من الانجيل. طب ممكن تديني الانجيل؟ مش ممكن، ورساله المسيح وصلت. يا احبائي من فضلك ان كان يهمك خلاص نفسك، ولو انت متقزز من الانجيل، ما اعرفش متقزز منه ليه مع انه كتاب ما اجمله، خد الانجيل واقراه وقول للرب وصلني ليك يا رب، وصلني ليك. ان كان الطريق هو المسيح ورهوني، ان كان مش الطريق هو المسيح قولي، قولي عليه. مظبوط. اقرا الانجيل، اقرا الانجيل زي ما تقرا الجغرافيا، زي ما تقرا التاريخ، اقرا الانجيل زي ما تقرا في الطب والهندسه، اقرا الانجيل لعلك تختبر ما اختبرته هذه الابنه. ربنا يرحمنا ويكرمنا جميعا. يفتح باسم يسوع كل عين النهارده، كل قلب يتفتح النهارده مع كل اعزائنا المشاهدين، واختبر المسيح في حياتك. المسيح يدخل يتنعنش كده، هللويا هللويا، جوه قلبك كله، جوه حياتك. لك المجد يا رب. كلمات جميله مليانه بالنعم. اشكر الرب يا غاليه، يا غاليه، ربنا يخليك لك. خليني اختم معاك في نهايه البرنامج بسؤالين، والسؤالين يمكن اجرأ من بعض يوم. امال عينيك كده واسرح عينيك بالرقت يعني عايزين صراحة قوي فيهم، وعايزين جراء، يعني الاثنين مع بعض. يا ربنا يديني. عايزين امين باسم يسوع. يا رب استر. عايزين نسمع منك سر حصل في حياتك اخفيته، في سواء في مجال خدمتك واخفيته عن الجميع، جه الوقت النهارده بقى اللي انت تقر عليه مع كل اعزائنا المشاهدين. هتقولي النهارده السر، يمكن جه وقته النهارده، انا مش عارفه. هو ده سر نقوله لكم، لا نرقد كلنا لكننا كلنا نتغير. ده من اسرار الكتاب المقدس. بالظبط، من اسرار الكتاب. بس عايزين سر في خدمتك. لو جه الوقت امين، لو ما جاش الوقت ممكن نحطه لسه، هو لسه جوه البير، لسه ما جاش الوقت. تحب تقول لنا ايه؟ طيب هقول حاجة بعضهم عرفوها، يعني انا مش من السهل اكتم سر، ف اللي على قلبك على لسانك. حبايبي كتير وبطلعه. تمام. انا اتعلمت تعليم غلط وانا مسيحي بعد ايماني بالمسيح، وربنا يسامح اللي علمني، بس انا اقتنعت بيه، انا مش عارفه مين خالص ولا فاكره. قال رابح النفوس حكيم في عظم العظات بسمعها، مش فاكر فين حتى ولا مين اللي كان بيتكلم. فرابح النفوس حكيم، انت في بلد اسلامية خليك حكيم، مالكش دعوة بالمسلمين خالص، سيف، حاجز، سور بينك وبينهم. الكلام ده طبعا يريحنا، انا مالي امال المسلمين دول اللي بيبشرهم يعني بيتضايقوا منه، طب وضايق الناس ليه؟ لقيت الكلام ده جميل قوي، خلاص انا حكيم. وقعدت في الحكايه دي كذا سنه الحقيقه، سنين، يعني انا امنت 54، ما اعرفش سمعت الكلمه دي امتى، بعد 54 انا فوقت حاجه و70، وبقرا الكتاب المقدس على قريته قبل كده 30 مره، انا من 54 كل سنه بقرا مره. حاجه و70 بقرا الكتاب المقدس، ولقيت في اخر انجيل متى هانا ارسلكم الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل الى الخليقه كلها. ايه ده؟ الخليقه كلها؟ بما فيها المسلمين؟ ما انا ما اعرفش غير مسلمين. حتى لو كنت بلد تاني فيها صينيين ايه ده؟ ده انت عايزه مننا؟ يا رب ارحمني، يا رب ارحمني. طب خطر ايه؟ انا لازم اسمع كلامك. هو انا احب المسيحيين يخلصوا؟
والتانيين ماليش دعوه بيهم اذا كنت انت ارسلتنا لكده. وبعدين لقيت المسيح قال لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره. كان وقتها الحظيره هم اليهود، تمام، اما الخراف الاخر دي من غير اليهود. طب ما احنا كنا غير يهود والمسلمين برضو غير يهود، يعني المسيح ما جاش بس لليهود، ابتدى باليهود صح، الى خاصته جاء، خاصته لم تقبلهم، اما كل الذين قبلوه في كل العالم. قلت يا رب ارحمني 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 واغفر لي خطايا، 20 سنة انا ماشي غلط بعد الايمان. والحقيقة من يومها ده ربنا سكب في قلبي حب للمسلمين عجيب جدا، حب عجيب جدا، واداني الرب ثمر طيب، وفرحانين حاليا ومتعزين وشبعانين ومتلذذين وبيخدموا الرب. طبعا مش انا بس، ده دلوقتي بلايين بلايين بالظبط، بلايين البلايين. يس مظبوط. والحقيقه ده سر من الاسرار، انا يعني اعلنته اكثر مره، لكن مناسب جدا لقناة الطريق اللي هي بتكرز بالإيمان للكل. أمين بإسم يسوع. والكل نشكر رب القنوات السائلين في هذا السكة، ربنا يكمل كل كارز في كل العالم بإسم يسوع، ويكمل كمان معاك في خدمتك يا أسيس لطيف. لكن آخر سؤال ونقول بردك عليه، اللي هو سؤال صريح جدا، أنت عارف رانيا وجوزيف؟ أيوة فنان. بتحب من فيهم أكتر؟ يمكن السؤال فعلا شوية، لكن انا احب ادخل جوه قلبك. شوفي انت عايزاني اقول جوزيف، ايوه، وجوزيف عايز يقول رانيا، نتخلي مع بعض، فانا هنكف معاك انت وهو. طيب هو سؤال فعلا لكل المشاهدين، هقول رانيا وجوزيف. امين. ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليك يا شيخ. شكرا يا عزيزي بجد، سعيدة جدا باللقاء الجميل الرائع. شكرا ليك يا بنتي. وانا بشكر طبعا المخرج اللي هو دانا وقت زيادة للبرنامج، وبشكر كل الشباب طبعا فعلا اللي بيشتغلوا معانا في الخدمة واللي على قلبهم خدمة ربنا، في أسرة قناة الطريق اللي بيشتغلوا جوه كمان الاستوديو والمراسلين في مصر. بشكر كل انسان حاطط ايديه معانا في الخدمة، سواء بيعضدنا بالصلاة، سواء بيعضدنا كمان ماديا علشان استمرار الخدمة اكتر واكتر. أمين يا رب. أمين. باسم يسوع، والارسال يفضل تملي موجود لن ينقطع الى الابد، وتتورث كمان. يعني انا بصلي ان فعلا باسم يسوع ناس كمان يكونوا بعدينا اجيال وراء اجيال يكونوا مستمرين في هذا العمل وفي هذه الخدمة. بشكرك قوي يا سيد لطيف. ما تنسيش نصلي لل لسه كنت هقول لك، بس عايزك في كلمة أخيرة في دقيقة واحدة تتكلم المشاهدين جدا. تقول لهم ايه النهاردة في كلمة أخيرة؟ وبنصلي الأولى بعد الصلاة بعد كلمة خليها قبل الصلاة عشان نختم بالصلاة، وبعد كده أكون بختم مع أعزائي المشاهدين. طيب أوكي اتفضل. أحبائي، الإنجيل يتكلم عن محبة الله لخليقته، وهو يريد أن يرث معه في ملكوته. لماذا خلق الله الإنسان؟ ليس ليعبده، هو رب ناقص عبادة، لكن خلق الله الإنسان لكي يشاركه في لاهوته. ده الإنجيل بيقول كده، فكر فيها يمكن تجدها معقولة جدا. لماذا خلق الله الإنسان؟ ليموت؟ لا، الموت دخل بغواية الإنسان بهجمة الشيطان عليه، لكن الرب خلق الإنسان ليجعله شريكا في الطبيعة الإلهية. لذلك كان لابد أن الله يفدي الإنسان. الإنسان لما سقط نزل في البئر تحت، لازم ينقذ من هذا البئر، نزل له المسيح، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، واحتمل إثمه واحتمل خطيته. قام المسيح بعد الموت، بعد الصليب صلب المسيح، ثم قام المسيح. كل من يصلب مع المسيح هو أيضا أقام المسيح في قيامته بعلمه السابق. يعلم الرب الكنيسة منذ الأزل. تعال إلى الرب، قل لي يا رب، هقول مع بولس الرسول، مع المسيح صلبت لا أحيا فأحيا،
لا انا مش انا دلوقتي بل المسيح يحيى فيا، وستجد كل سلام ونعمة في حياتك إلى أن تتقابل معه في السماء. أمين. وأحلى كلمات أخيرة قلتها دلوقتي، المسيح يحيا فينا. هللويا. يحيا في كل إنسان ويدخل لكل قلب مجروح النهاردة. يسوع يقدر يشفيك من الجرح اللي فيك، يقدر يعضدك، الرب يقدر يسندك يا رب، الرب يقدر يشفيك من أي مرض باسم يسوع في جسدك الآن. أؤمن بيه وقرب منه وشوف إكليل الحياة، شوف الروح وحياة في المسيح. امين باسم يسوع. هنكون بنصلي دلوقتي يا سيس لطيف. أمين. معاك للاخ اللي اتصل، نشكر ربنا من اجله، كان عايز الطريقه السهله اللي يعيش بيها مع ربنا. تلبس صلاه لكل المرضى اللي في اسرته باسم يسوع. ربنا شايف شكله، عارفه شكلا وموضوعا، هنصلي من اجله اللي في اسرته كلها، وكمان تلبس صلاه لكل مسيحي مصر. امين. تاني تلبس صلاه جات لنا بنت الرب، كانت محتاجه يعني تشوف بنتها في امريكا، بقى لها كذا سنه يعني كانت خايفه، هي بتقول اللي هي كبيره في السن، خايفه يعني من حاجات كتير ابليس بيحاول يشوشر في ذهنها، لكن باسم يسوع يسوع النهارده يديها سلام كده في قلبها، اللي هتشوف بنتها وتتمتع بيها ويكونوا قاعدين مع بعض. تالت طلبه طبعا مع استاذ كميل اتصل باسم يسوع، وفي في الحقيقه طلبات صلاه جات لنا في الكنترول روم كمان، نصلي من اجلهم. ربنا شايف طلبات الصلاه دي، هنكون برضك بنصلي من اجلهم. أمين. واحنا بنعتذر لكل اعزائنا المشاهدين اللي حابوا يدخلوا معانا في البرنامج، عشان وقت البرنامج ضيق جدا، فكان لازم اخلص الحديث الحوار الجميل مع الاسيس لطيف، والى لقاءات اخرى اكيد كثيره مع الاسيس لطيف، مش هتحرمنا منك ابدا اسيس لطيف في اي وقت بندعيه افيلابل معانا. نشكر المسيح من اجله، من اجل خدمته في كل مكان. اتفضل اسيس، تكون بتصلي لنا، وبكون بختم مع اعزائنا المشاهدين في الاخر. اتفضل. يا رب نشكرك، يا رب نشكرك، حتى احنا في جلستنا دي ما وصلناش الا اللي كلمونا، لكن في الكنترول روم في طلبات وصلت ما وصلتناش، وفي العالم اجمع طلبات كثيره لم تصل للبشر. انت كاشف القلوب ومختبر الأنات، وبتسمع الأنات الودعاء، وبتسمع أنات أولادك، وبتسمع احتياج البعيد الذي لم يتعرف عليك، وبتشوف أعماق البشر. يا رب خلص على كل حال قوم. أنت لا تشاء أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. تمم عملك يا رب. وفي الظروف الضيقة والهجمات الشيطانية على أذهان البشر والفزع اللي مش بس في مصر، في كل العالم، في كل العالم، يا رب أنت القادر أن تطمئن كل أولادك، انك انت ماسك كل الامور، ماسكها بيد الهيه مش حديديه، الهيه، لتتمم مقاصدك حتى ان كل الاشياء تعمل معا للخير لمن يحبون الله. نذكر الطلبات اللي وصلت الينا يا رب، واللي وصلت في الكنترول روم، واللي في كل العالم نعرفهاش. انت استجيب يا رب. القلوب اللي طالبة تشوف أولادها، يا رب التفت وأمر بمشيئتك. المرضى يا رب المس، أيها الرب الشافي وليس سواك شافيا. المحتاجين حسب ما يكون الاحتياج، أنت مشبع كل احتياج. ثم أهم حاجة، أعطنا أن نسير في طريقك ونتمم مشيئتك في حياتنا، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين. آمين. آمين.
نشكرك جدا استاذ توفيق على محبتك وحضورك معانا في استوديو قناه الطريق، وتشريفك لينا حقيقي تشرفنا بيك، وبكلمات النعمه اللي ربنا حطها على فمك الان، وطمئن النهارده كل المشاهدين اللي خايفين من المستقبل، خلي المستقبل في ايد الرب يسوع، خلي المستقبل في ايده هو وحده وليس سواه، هو المسيح عايز يعلمنا كده. النهارده كان وقت جميل جدا قضيته معاك، وان شاء الله باسم يسوع يكون لينا لقاءات اخرى كثيره جدا باسم يسوع. ربنا يباركك يا اسيس لطيف مع اسرتك باسم يسوع، ويديلك نعمه اكتر واكتر. اعزائي المشاهدين، عايزه اختم معاكم بحاجتين. اول حاجه، انا بعتذر لكل اعزائي المشاهدين اللي حبوا يدخلوا معانا النهارده، وقفنا التليفونات عشان نقدر نستكمل الحديث عشان الوقت البرنامج كان ضيق. تاني حاجه، بشكر كل اخواتي العاملين معانا في الخدمه في حقل المسيح، في الخدمة الرائعة اللي بتوصل لكل بيت النهاردة عشان ادونا وقت زيادة للبرنامج. انا بشكرهم جدا، القائمين على هذا البرنامج وكل البرامج في الحقيقة، نشكر ربنا من اجلهم. وانا اتشرفت جدا بيكم واللقاء الجميل دوت، اللقاء الروحي. ودايما خليكوا انتوا في صلواتنا، وكمان انتوا بتصلونا كتير، واحنا بنصلي لكم تملي دايما فعلا بجد، انتوا في قلوبنا وبنحبكم من كل قلوبنا، شخص شخص، مشاهد مشاهد. صدقوني المحبة الفياضة دي من الروح القدس ومن المسيح، لانه هو احبنا، ودي مصدر القوة الحقيقية اللي بناخدها منه. اعزائي المشاهدين، شرفنا جدا بوجودنا معاكم النهاردة في كل بيت موجود، سواء في مصر السهرانين معانا، سواء في امريكا وكندا، استراليا، اوروبا. ليكم مني أجمل الأمنيات وأحلى التهاني باسم يسوع، وصلوا من أجلنا ودعمونا بمحبتكم وتعضدكم المادي عشان نقدر نستمر أكتر وأكتر، وإلى لقاءات أخرى. وتصبحوا على خير، وياريت تكونوا معانا في البرامج اللي جاية، ما تناموش، ياريت تكونوا في سهرانين تقدروا تسهروا معانا، كل أعزائنا المشاهدين الموجودين في الشرق الأوسط. تصبحوا على خير، ربنا يكون معاكم، وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم اللقاء الروحي. سلام ونعم، سلام ونعم. فيك